هذا الدواء للصراصير ونقطة صغيرة منه قادرة أنها تقضي على أكثر من 1000 صرصور. شوفوا طبعا كيف الصرصور مباشرة بيجي عليه على ريحته. ها راح أحط شوي، شوفوا كيف الصرصور مش خايف أبدا. طبعا هذا مرض معدي أقوى من كورونا، اقروا اسمه كويس. هذا طبعا ألماني. هسا بفرجيكم صورة الباكيت، شايفين كيف؟ هسا هذا الصرصور لما ياكل ويرجع لعند اخوانه راح يعطيهم كلياتهم، هم والعيلة السعيدة كلياتها، وكلهم راح يطب فيهم المرض ويموتوا كلياتهم. طبعا مجرب اكثر من مرة، هذا هو. وهسا راح افرجيكم على العلبة تاعته، شايفين كيف مباشرة الصرصور اكل؟ توقع اول مرة بتشوفوا الصرصور بيوكل. هذه هي العلبة تاعتها، طبعا حاطينكم هون صورة الصرصور.